مشاهدينا ومحبين قناة رؤيا كل عام وانتم بخير، وحلقة جديدة من برنامج نجم الكوميديا. هذا البرنامج زي ما بنعرفه عبارة عن مسابقة بتبعتوا من خلاله المقاطع الفيديو الكوميدية الخاصة فيكم واللي بتم عرضها من خلال هذا البرنامج. في حلقة مبارح فاز معنا فيديوهين كانوا باختيار قناة رؤيا، أما في حلقة اليوم انتم اللي راح تقرروا مين اللي فاز عن طريق فعنا فايز عن عدد المشاهدات على كل مقطع فيديو، فعنا فايز على اللايكس والديسلايكس بكل فيديو. خلينا نبلش. الكوميديا الصامتة هو عبارة عن إبداع بحد ذاته، وفكرة إنك تعمل سكتش ما فيه حكي ويكون هذا السكتش كوميدي هو إبداع بحد ذاته. Thank you.
الستاند اب كوميدي فن مش سهل، والناس بتحب تحضر الستاند اب كوميدي لتشوف دائما إشي جديد وتشوف اسلوبك الخاص في هاي الكوميديا، مع العلم انه الكوميديانز كتير بياخذوا من بعض يعني نكت، بس مش الكل بيقدر يعطيك اياها بطريقه مضحكه، لانه كل كوميديانز عنده اسلوبه الخاص في طرح النكته. هذا اعتقد من اهم الاشياء للستاند اب كوميديانز، انه يحكي النكته الموجوده عنده باسلوبه الخاص وبطريقته المضحكه. مرحبا، انا اسمي نديم، واليوم بدي احكي عن العيد. هلا العيد هذا خصوص العيد اللي بيجي بعد رمضان، الواحد بده يطلع من جوه، احنا بنسميه عاده عيد الاكل. خلص الواحد بده يفش غله بس بالاكل، خصوصي المعمول والشوكولاته. يعني انت بتعود كل رمضان في المعمول والشوكولاته اللي تاكلهم في العيد، خصوصي هو اليوم عيد، بس يجوا الناس انت هيك بتكون ماسك المعمول اللي بجوز واللي ببندق واللي بتمر، وبتيجي بدك تضيفه، فبتحكي له عم تفضل وايش حابب تاكل، هو بحكي لك بعد يازف بايده زي هيك، بحكي لك شو بتنصحني اكل او اخذ واكل منهم، فانت بتطلع عليه طب معمو لك انت ساعه بتعايد على الناس بتاكل نفس المعمول حتى نفس النوع بالضبط، هلا جاي تسالني عمو اي واحد، فانت بتحكي له عمو خذ هاي تفضل عمو هذا التمر هاي معمول بتمر كتير زاكي، فبقول لك لا خليني اشوف البندق وباكلها، فبحكي لك عمو هاي اشكى، طب ليش تسأل؟ طب ليش تسأل؟ تاني شي بدي احكي على الأواعي، شو هاد؟ يعني خصوص إذا العيد كان بالشتاء، بتلاقي العيال اللي بالذات بتكون مربية حضانة بالبيت، وبكون العيد بالشتاء بتكون مسيتها 17 لفحة و 16 جاكيت، وأحلى شي بتكون بردانة. بس دقيقة بس الناس يجي روح، طبعا انت فوق ما انك متكس انك مش ماخذ عيديه، بدك تضيفهم شوكولاته تكون مزبوق المحترم اللي قبل شوي ضيفتهم معمول، فانت جاي تضيفهم شوكولاته تفضلي هاي شوكولاته، فهي بتروح تطلع شوكولاته هي ما في وحده دايت، طب يعني انت بكون موقفك وقتيها انه دايت ما هو انا المره الجاي بس اجيب شوكولاته راح افكر بالناس، راح اجيب شوكولاته للناس اللي بيعملوا دايت، وراح اجيب شوكولاته للناس اللي بتحب الشوكولاته البيضاء، وللناس اللي بتحب الصفراء، وللناس اللي بتحب اللي من برا اخضر من جوا احمر فيها بس الاسود، ايش هاي موضه هالمره بدي افطط. هلا احنا مثلا بس نكون قاعدين بقعده، وبتيجي الام الديمقراطيه الفظيعه اللي بتحكي لك انا اسمي الثاني ديمقراطي، انا بدلعوني بالعيله دودو. مو حلوه. المهم بنكون قاعدين زي هيك، بتصير تحكي لك انا بناتي اي اشي بعملهم اياه، اي اشي بدهم اياه انا موجوده، ودائما انا وبناتي علاقتنا مو امي وبنتها ابدا، لا لا لا، انا وبناتي علاقتنا بيست فريندز، يعني احنا كثير صحبه، بفضفضوا لي وبيحكوا لي وما بيخبوا عني اشي. طبعا بيكونوا بالبيت ايش؟ ولك اخشم بالله اعرف انت شو مخبيه ولا شو فكريتني؟ ولك والله اعرف شو مخبيه، ولك اطلعها من تحت جريك ولك. طبعا نفس هاي الام بتكون خصوصي اذا بنتها توجيهي او حدا من اولادها توجيهي، طبعا بتكون بتحكي للناس انا بنتي دائما بوفي لها الراحه، بخليها مرتاحه طول السنه، بحسسها انها زي اي سنه عادي، ما بحب اوترها واحسسها انه ضغط ومضغوطه وقرف التوجيه والتعب، لا 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 انا مو هيك. طبعا بتكون بالبيت ماما ايش عم بتناديني؟ ولك صوتك ما بدي اسمع، ولك كلام بس عم بطلع منك كلام حفظ، جوعاني بتاكلي كتب، عطشاني بتاكلي كتب، اما اسمع صوتك بتحكي لي وبتطلع ايش طلعه، ولك ما في، ولك بنت الجيران احسن منك، اقعدي بس دقيقه يعني الموضوع مكرر بس انه دائما باسلوب مختلف، وحبيت اعمل بس اشي صغير، ان شاء الله يكون عجبكم وحط الابتسامه على وجهكم. يا جماعة الناس اللي بتسافر، ليش وين مكان البلد اللي رايحين عليه بنحكي لما نيجي نحكي عنهم بنحكي انهم سافروا برا؟ وين محمد سافر برا؟ وين احمد سافر برا؟ وين فارس سافر برا؟ مع انه كل واحد فيهم راح على بلد غير عن الثاني، كل واحد راح على بلد شكل، يعني بالعربي كأننا بنحكي انه كل بلدان العالم برا واحنا لحالنا جوا. كمان شغلة، المغتربين اللي هم برا لما يجوا يرجعوا ما بيحكوا انا راجع بلدي ولا انا رايح بلدي، بيحكوا انا نازل بلدي، يعني احنا هسه صرنا جوا وتحت، شكلنا بحفره احنا. جورج عزمي بتسافر برا
معنى كده ان احنا جوه. احنا بس اللي جوه. كل البلاد التانية مرة واحنا في الكتبة لوحدنا جوه. مش بس اللي مسافر مرة وربنا فتحها عليه وهرب. وهو راجع ما بيقولكش انا راجع مصر ولا داخل مصر. بيقول انا نازل مصر. احنا جوه وتحت. في حفرة. حلقتنا اليوم بعنوان إرقاب زراب محشي. طبعا زي ما انتم شايفين المكونات التالية: بندورة، خلابة، خارقة الجمال، شامبونو مارتيز، تفضل يكون محلي، زيت عباد إبراهيم الله يسهل عليه، سكندر أطفال يا ترى عمره بين 6-7 سنوات، ملح البحر الميت الله يرحمه، وبيضاتنا وبصل. بث 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 بيا خبث بث 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 بيا خبث بث بس بس بيا خبث بس بس. مقادير أكلتنا لليوم رائعة جدا ومنوعة جدا: بندورة، خلابة خارقة الجمال، بيض، نقانق نية حسب النية، سكاكر أطفال يترى عمرهم ما بين 4-6 سنوات، شامبونو مورتيرز يفضل يكون محلي، زيت عباد إبراهيم الله يسهل عليه، ملح رطلين أو ثلاثة حسب الرغبة من ملح البحر الميت الله يرحمه. نفته سمعك نفتي من الآخر من الآخر. أول مرة تسمعها. لسه ما طلعت يعني؟ لسه ما طلعت. بالشركة لسه. بالشركة بحكينا ياها. بحكي لك المرة بعد حط حنو. حط حنو. حتى انه بدنا نعمل السكتش كوميدي انه حط حنو. حتى بهذا البرنامج خلاص. الكوميدي ما له عمر، وهذا الشيء بيميز الكوميديا. بس ولك هسه بنحكي مع الزلمه وبدك اعطانا اياها بسعر كويس بنشتري لك اياها. بس الو الو السلام عليكم. هذا الولد جنني، اشتري لي اياها. فقلت نحكي معك نشوف قديش طالبين فيها. 10,000؟ والله كثير. احنا تراعونا مشان يعني ناخذ لكل الاولاد من عندكم ما شاء الله. لا 10,000 كثير. اللي قبلي دفعوا فيها 10,000. يا سيدي احنا كمان ما بدنا نخسرك، يعني من حكم في ماله وما ظلم. خلاص يعني إذا في ناس دافع فيها أكثر يعني خلاص نساوي، ما يعني ما في نصيب. أنا الولد جنني والله، قلت له بنشوف الكراعون فيها، بس والله 10,000 كثير. والله ما بنسترخص يا أبو، بس يعني 10,000 كثير. أنا بقول مثلا يعني تراعينا تنزلنا شوي بسعرها. شو 8,000؟ يعني نزلت 2,000. شو الـ2,000 يا ابو؟ لا والله لا لا، خلص يعني بنجوزه من اي بلد ثاني. معلش بنجوزه اي عروس ثاني هيك رخيصة وبنت حلال. يعني يعطيك العافية. اسمع بيه حلال دفع اكثر، وانت روح طالق انت وامك. Thank you.
الجوال انت الجوال. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك يا كبير؟ ايش يا معلم، ما بتردش علينا كمان وتليفونك بقى مقفول وصار له يومين ومش عارف ايه، ودلوقتي بتردش علينا؟ لا 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 الله يا كبير، انا عندي في الطين. اقول لك فيه ليش يا معلم؟ انا كنت دوار زوالح ونزل مستجمع بنك الاسنان. حلو، نزلت الدوار وقوم بقول لي نص دينار، واتطوشت انا وياه البتاع الكنترول وقمت شتمه وقال له يا ابن البتاع ونزلني من الباص. انا عيني على دوار سويلح. دوار سويلح؟ ايوه. طب ما انا بقالي ساعتين بالسويلح بدور عليك مش لاقيك. انت فين؟ الدوار. انا شايفك شايفك. شايفني؟ تعال اخد كيف امشي. طيب دغري 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 دغري. وينك يا معلم؟ عيني 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 عيني. هلا يا معلم. هلا يا كبير. هلا هلا. على راسي يا سلام، على راس راس راسي. ايش يا عمده؟ هلا. ايه الجوالات الشديده دي؟ ايوه يا كبير، جوال ده مشاري ب 4 دينار. ده انت بقيت من اليوم. ايوه 4 دينار؟ ايوه. ما تقولش لحد. انا شغال بورشه مع الواد مرسي بيديني 40 دينار في الشهر. ارجع بالكلام شويه. واد مرسي. واد مرسي ومتبسط قوي يعني انت؟ ايوه. مش متبسط ايه؟ متبسط تشتغل مع الخول ده؟ انت مش عارف ان انا متمشكل معاه بقالي شهرين؟ انا سمعت في قصه التريكس. تريكس اه. الشيخ وزار مش سوي يعني حاجات وعمل حاجات مش كويسه هو. لا اله الا الله. هو الواد حسنين شريكه. الله ما يسامحهم الجو. انا كسرت له الورشه وضليت مروح على طول. معلش معلش يا كبير معلش، انت ارحم من في الارض. يرحمكم من في السماء؟ ايوه. السلام عليكم، اليوم بدنا نحكي بحلقتنا عن أزمخ نفير. معكم حمزة وأبضل البيطان. بدنا نتحدث عن أزمخ نفير بتصير معنا في بعض الحالات في الأردن. وهذول نفير أزمخة نتمنى أن ولا حدا يحكي فيهم ولا حدا يسويهم. وخلينا ناخذ مثال على نكت البايخة والسئة. ستوب 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 ستوب. ارجع ارجع الكرسي بالله ارجع. مرحبا معكم عبد الله. اليوم رح شو اليوم رح نكمل موضوعنا عن نكت الزنخة. فعلا احنا هذا موضوع ثاني. الموضوع الثاني اسمه الاغاني الكثير. تعال معي نشوف شوف. هون الشباب جابت كراسي جديدة وقرروا يتصالحوا في طريقتهم الخاصة. صار فيك هيك؟ كبيت مي على الأرض. كبيت مي على الطاولة. أنا عمر دمور وأنا هون عشان أقدم لك هذا المنتج. شافط ويهيو. مو شافط ويهيو، شافط ويهيو. شافط ويهيو. هو مكنسة فوطة على الشاطئ بنفس الوقت. إذا مش مصدقني شوف هاد الفوطة العادية بتمسح كل شيء ما بتخلي ولا نقطة. اشي ممل. بس شافت ويهيو ما بيمسح اللي بدك اياه، بس بكبه على الارض. مش بس هيك، اذا اشتريت شافت ويهيو راح تحصل على الثاني مجانا. الواحد حقه 5 دنانير بس عنا راح تحصل عليه ب 42 دينار و 99 قرش بس. لسه مش مقتنع فيها؟ اسأل هدول. لا لا ما عاد. لا هو بصراحة مش لا ما عجب. لا ما بنصح ما تشتروا.
شفتوا كلهم راضين. يلا بسرعة قبل ما تخلص الكمية، اتصل على 1 3 5 0 45 3 على 2. استنى شوي، مع كل هاد اذا اشتريت شافت ويهو رح تحصل على عصاية التبريد هادي. استنى شوي، وكمان رح تحصل معها على العصاية اللي بتكتب هادي. اتصل على 1 3 5 0 45 3 على 2. طبعا اللي بيحكي انه العالم اصبح قرية صغيرة، انا برأيي انه العالم ما صار قرية صغيرة، البيت نفسه اصبح دولة كبيرة. يعني كيف؟ بتلاقي كل واحد قاعد لحاله. صح انها تطورنا بوسائل الاتصال والمواصلات والاتصال بشكل عام تطور، بس بصراحة وسائل الاتصال هي انغلقت علينا بشكل ثاني. كيف؟ خلينا نشوف انه كل اشي بنستخدمه بوسائل الاتصال والتواصل بتم التعبير عنه بشكل غلط. يعني تعال للفيسبوك، كل واحد بيسمي الصفحة باسمه، صفحة لشجرة العيلة، صفحة دمار عشان حبيبته تركته، صفحة انه مسافر بعد سنة، صفحة انه سهر يوم الخميس مع اصحابه، كل ما جاب قرد انه بيسمي الصفحة باسمه. يعني شو هالقصة؟ مش عارف انه لا، وبزعل انه انت حضرتك مش منضم للصفحة. ليش انت مش منضم للصفحة؟ اكيد انت ما بتحبني. يعني تعال لمشكلة ثانية على الفيسبوك، تعال لواحد مواليد 99 بصير يقول لك والله حياتي عذاب. إذا ما هي حياة، إذا أنت مواليد 99 يا زلمة لسه البيضة ما فكست عليك، والله حياتي عذاب. تعال لوحدة ثانية لسه عن جد البيضة ما فكست عليها، بتلاقي والله مشوار العمر طويل وتائهة. يعني تائهة بإيش يا زلمة؟ أنت مولودة قبل سنتين، تائهة بشو؟ شو لحقت تشوفي بالحياة؟ والله حياتي عذاب. المدرسة، تعرف شو المدرسة؟ المدرسة بيتنا الثاني. انتو بتفكروا انه هيك؟ هسه بتشوف، هسه بتشوف، هسه بتشوف، هسه بتشوف، هسه بتشوف، هسه بتشوف، هسه بتشوف. في كل صف اللي تلاقي الناس مستفزين، هو عبارة عن سمة بدن متحركة بين قوسين. السلام عليكم. نعم، علينا واجب. صح، علينا واجب إخوان. سمعنا بحرب عالمية أولى، حرب عالمية ثانية، كانت راح تصير الثالثة، بس أقوى وأجرم وأشنع من حرب الصفوف فيش. دخلنا جهنم. والله مو انا يا استاذ، والله مو انا. مين سوى؟ سوى بالله السمين علي، مش انا. سؤال خطير استاذ، ممكن اروح الحمام؟ يا شباب وزارة الخارجية، مين بيعرف ايش وظائفها؟ استاذ تفضل. السلام عليكم. هو الجواب المناسب بسرعة. الحمام تعرفوا يا اخوان متى بتصير حالة الكحة الجماعية بالصف؟ لما يرن تليفون طال. امكانياتكم مش ضعيفة وخبرتكم بتصير مع الوقت، وان شاء الله بتصيروا نجوم المستقبل. شخصية مشهورة في مجتمعنا ومعروفة بشكل شرق أوسطي، شو هي؟ الدوين كلهم السريع. طبعا فتحة الموس أنا بتاخد معي أجزاء من الثاني، الضربة برضو أجزاء من الثاني، فبالتالي الضربة أقل من الثاني بتكون معي، بكون مشبوط بوجه الولد. الدوين قاعد له كم ولد صغير جنبه بيقول لهم عن بطولاته الخارقة الحارقة، بدي أجيبه بدي أجيبه. فأنا اشتريت في موس جديد، اشتريته عن قناة على قناة الأوربت، موس على اللاسلكي.
والله ورحمة اخوي ما بزل عليك، بس مثلا بضرب بعيره هذاك بربطه بضاك بوجهه برجع. صباح كان بعيد. خوف يا زلمة شكلك، شو مو لاسلكي وموسمي؟ رحمة اخوي. لا يا زلمة جد بحكي انا، اللي بمزح؟ جد بحكي. والله جد بحكي. اسمع اسال 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 بالغورية. اسال. شو اللي رحمة اخوي. صدق؟ اسمع ما تصدق ماشي؟ وروح. إذا ما تشكلك زودتها زودتها شكلك. تدوين. اسمع ميت موس عندي بالبيت. طالع أنا بطلع التاكسي أجيب حبتين برازين بعدين أقوم فتحت الموس. الله ما بعرف شو صار. يعني اكتشفت آخر شيء مضارب ابن عمي بالغلط. الحلقة هاي باسم بدون تعليق، يعني بدون كومنت. الحلقة هاي رح تحكي عن الناس اللي بنتقدوا الفيديوهات. رح أحضركم مع هاي الفقرة. أهلين فيكم. الفقرة هاي رح تحكي عن الناس اللي بنتقدوا الفيديوهات، اللي بنسميهم ناقدي الفيديو. هذول الناس لما يعني يشوفوا فيديو بصير يحكوا احنا بنعمل احسن من هيك واحسن من هيك. طب مشان الله اعمل، ما حداش ماسكك، اعمل عادي، بس يعني تترك لناش تعليقك. تعليقك ما بدنا اياه. يعني لما تشوف يعني مثلا واحد بفيديو مرقت من وراه بسه، بصير انت يعني هاي البسه قلت من جوده الفيديو. مش فاهم يعني شو قلت من جوده الفيديو؟ كانت 4 جيد وصارت 3 جيد. يعني في شغله يعني احنا مش رح نزعل فيها. يعني لما اخترعوا اللايك والديسلايك اخترعوا عشان اذا ما عجبكيش الفيديو ديسلايك على السريع، ما بدناش غير هيك. ديسلايك عادي، نزعلش، والله ما بنزعل. شو هي روحها رجع ما سمعت فيها. خلنا نشوف حلقتهم هاي. زين مبين بدرس ايش ذا بعرفوا شو مثله. كمان الديكور غلط، الحرام هاي هيو مش مرتب، تخوف علينا قاعدين مش عارفين نسوي. شوف شوف قال شوف شو طالع بالفيديو. اقول لك اذا بقى لك يوم تعليق هبايل هذول. وهي احلى تعليق. فاشلين جدا. مشاهدينا بنذكركم تقدروا تشوفوا مقاطع الفيديو الكوميدي اللي بعثتوا لنا اياها عن طريق رؤيا.tv. وهلا بدنا نعلن اسم الفائز الاول اللي معنا واللي فاز بجائزه اكبر عدد مشاهده من مقاطع الفيديو اللي بعثتوا لنا اياها. قصتنا صارت في بيت ابو محمد، وابو محمد عنده عائله كبيره ومزعج كثير كثير، وازعاج اولاد ابو محمد معبي كل الحاره، وصوت التلفزيون بيصل لكل الجيران. لكن السنة تغير الحال وصار اللي صار. أبو محمد صار عنده وضع خاص وحساس وخطير، وصار بيت أبو محمد أهدى بيت بالحارة، أقول لك أهدى بيت بالبلد. ليش يا ترى؟ السنة يا جماعة، السنة ابن محمد عنده توجيه، عنده توجيه. ولأنه محمد عنده توجيه، أبو محمد أعلن حالة الطوارئ. مرته أم محمد اللي متابعة كل المسلسلات ولسانها ما بفوت بحلقها، وداها هي وولادها الصغار عند أهلها، وبلغ أبو محمد الحبايب والجيران والقرايب إنه السنة ما في زيارات ولا سهرات. وعشان تكمل القصة عمل أبو محمد عدة تعليمات وقوانين صارمة، وكل هذا لعيونك يا توجيهي. صاحبنا أبو محمد بالقانون ما في عنده خيار وفقوس، وراح يظل حازم كرمال عيون التوجيه.
والفيديو الثاني اللي فاز معنا عن طريق اللايكس والديسلايكس خلينا نشوفه. طلع المصاري معك. اي مصاري؟ طلع المصاري معك بقول لك. ما معي مصاري يا زلمه. طلع المصاري معك. والله معي. والله معي. ايه علينا؟ طلع المصاري اللي معك بقول لك. معيش مصاري. ايه يا زلمه حالك قميص ومظبط حالك. معي ساعه تاخذ الساعه. بدي الساعه. بدي المصاري تجنني. معيش مصاري. معيش مصاري. والله كيف معك مصاري؟ كيف صدق ما معي. لا بس بدله وقميص. كيف ما معك؟ شيلها ما تشبر فيها السكه. بدي اشبر فيها. انا حرامي؟ طيب شو يعني حرامي؟ طيب يعني انا حرامي وانت مش حرامي. يا سلام يا سلام. انا اسف اسف جسد صدق ما معي مصاري. ليش طلع مصاري؟ صدق معي. صدق صدقني انا اصلا انت شايفني لابس بدله وهيك عم تحكي صح؟ اه انا اصلا البدله لابسها عشان ما بقدر اقول لك. ما بتقدر تقول لي يا اخي انت عاهه شيء يا اخي؟ فيك شيء انت براسك؟ شو قاعد شو بتقول لي عاهه قاعد؟ انت عاهه يا زلمه. لابس بدله وقميص ما بعرف. حبيبي انا لابس بدله وقميص عشان ما بقدر اقول لك وانت كثير وقح. لا تحكي عني وقح. بقول لك انت وقح. لا تحكي عني كندرة وزدارة. لا 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 اسمع جننيش. انا اصلا ما بحكي معك. انا اصلا ليش؟ انا بدي مصاري وهلا. انت مش عارف مين انا؟ يا اخي انا مش عارف مين انت. مين انت؟ فرج على وجهي. مش عارف مين انا؟ لا مش عارف مين انت. مين بدك تكون انت؟ مش عارف مين انا جنن. مش بقول لك. عارف مين انا؟ بقول لك. انت بدك تبراك. انا بقول لك مين انت. مين بدك تكون؟ لا ما راح اضربك. ليش ما راح تضربني؟ لان الموسيقى لسه ما خلصت شوي. اصلا هاي الموسيقى من وين جات؟ ما بعرف. اسمع انا كل ما اشلح القميص تطلع هاي الموسيقى. تخيل. حلوه بس. كثير حلوه الموسيقى. حلوه حبيتها من جد. كثير حلوه. اظن انها بتطلع من منطقه هنا ما بعرف. كل ما اشلح القميص يا اخي بصير كيف هيك. حلو بس بعطيك شعور هيك بصير كيف. عن جد؟ طب احكي لي هسا ليش انا ما بقدر اسرق لك؟ صحيح انا بقول لك ليش. يسلم وديع. شكرا حبيبي. مين هذا؟ يا سيدي. يا سيدي القصة كالتالي. عد معي. عندك ليرة روحة. ليرة روحة؟ وليرة رجعة. عندك ليرة قهوة. قهوة؟ وليرة انصرفت سهوة. سهوة؟ وليرتي السحور هاي برمضان. وليرتي كريدت يا مان. شو كريدت؟ وعلي ليرة دين. وليرة صرفتها مش عارف وين. وليرة بالجزدان ممزوعة نصين. وعندك ليرة لبن للبيت. وليرة نسيتها بالجاكيت. وليرة ورقة توالت. وليرة ليرة ورا ليرة. ليرة ليرة ورا ليرة. ما عندي ولا ليرة. وليرة ليرة ليرة. يعني المحصلة. لو انك سوبرمان وانت عايش بعمان صدقني ما
هاي قصدي يعني. تعرف؟ يسلم وديك. تعرف شغلة؟ أحكي لك سر ما تحكي لحدا. أحكي لك سر ما تحكي لحدا. لا يا زلمة. باتمان؟ لسادة أول. طقع. فرصة سعيدة يا مان. اسمع. أيوه. أنا سمعت إنه أنت بتقدر تطير ما تطير. طيب. هلا عافية شباب. هلا هلا حبيبي. حد شاف فيكو سبايدر مان ماله من هون؟ مين؟ سبايدر مان. مين سبايدر مان؟ هذا اللي بيطلع على العمارات وبتشعبط زي هذا الأهبل لابس أزرق. ايوه بظن انه راح كان هناك العمارة هيك عم بيطلع حيط. معقول؟ هناك هناك راح. طيب ماشي. هلا حبيبي هلا هلا شباب. 100 وردة هلا هلا هلا. ايوه اسمع. ايوه بيقولوا انه انت بتقدر تطير. وانا حلمي من زمان اطير. بدك تطير؟ بدي اطير. يلا بنطير. يلا. وبالنهاية الإبداع ما إله حدود، ونجم المستقبل لازم يكون طموح. كل عام وأنتم بخير.